بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، معشر المسلمين، يطل علينا بعد أيام قليلة شهر كريم وموسم عظيم خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، أنزل الله تعالى فيه القرآن العظيم والذكر الحكيم، وفرض صيامه على أمة الإسلام شكراً على هذا الإنعام والفضل العميم. جعل صيامه أحد مباني الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه، وهو شهر الخيرات والبركات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الإفاضات والنفحات، شهر اعتاق الرقاب الموبقات، شهر لا يعدل به سواه من الأوقات الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة لمن تقبل الله منه مولاه. فيا ذوي العقول السليمة والهمم العالية والمطالب الرفيعة السامية، اغتنموا أوقات شهر رمضان بالجد قبل فواتها، واعزموا على هجر البطالات. عباد الله، استقبلوا شهر رمضان بنية واحتساب، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. معشر المسلمين، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان
وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. نعم يا عباد الله، إن شهر رمضان الذي اختاره الله عز وجل زمناً لنزول القرآن وانطلاقة الإيمان، وفرق فيه يوم بدر بين الحق والباطل، وانتقلت فيه الأمة من أمة حيرة متلطخة بأدران الوثنية إلى أمة مستنيرة مهتدية بنور الإيمان، تتلقى تعاليمها من السماء بواسطة الوحي إلى نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا تدين إلا لله الواحد القهار وحده لا شريك له. وحينئذ، ومنذ أن وجد هذا الشهر ونزل فيه القرآن في ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر وبركاته تتوالى على المسلمين، فلقد حصل فيه يوم الفرقان، يوم بدر، يوم غزوة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، حصل في رمضان فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا، فكما كان موسما وزمنا لتلك الفضائل والعبادات والوقائع الإسلامية، فهو لا يزال ولن يزال موسم إفضال وإنعام، موسم تحول من غفلة وصدود إلى انتباه وإقبال على الله، موسم تحول من رذيلة إلى فضيلة، موسم تحول من تماد وإنهماك في الماديات إلى تحليق في سماء الروحيات. وحري بهذا الأشياء أن توجد في نفس صاحبها نفساً روحيةً تحلق به في الدنيا مع عالم السماء الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الآخرة مع الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على ما من به عليكم من إدراك هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وتلقوه بنية صادقة وعزم على الرشد ورغب واستبشار، تلقوه بنفوس متهيئة لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والتطهير الشامل الكامل، بالعزم على فعل الفضائل ومجانبة الرذائل. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه للصيام والقيام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم وبعد. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، قد اقتربت أيام شهر رمضان المبارك،
الذي يستعد له الجميع، فالمسلمون المؤمنون الصادقون يتأهبون لزيادة صلتهم بالله تعالى عن طريق الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات إلى الله تعالى. فمن قام بهذه الأعمال بإخلاص نية لله عز وجل محتسباً الأجر فقد تاجر مع الله، وسوف يربح غداً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الذين يستعدون لشهر رمضان باللهو والسهر والمتعة ويعدونه شهر مجون وخلاعة وشهر تنوع للمأكولات والمشروبات، فهؤلاء قد أسرتهم شهواتهم وقيدتهم الذنوب والمعاصي، فلم يزدادوا بهذا الشهر المبارك إلا بعداً عن الله عز وجل. أمة الإسلام، إن العبودية الصادقة لله عز وجل تعني أن يشعر المرء بالحب والذل والخضوع لله سبحانه وبحمده، وبهذا الحب والخضوع والذل يخلص الإنسان نفسه لخالقه جل وعلا، فيلتزم بأوامره وينتهي عن نواهيه، ولا يمكن أن يأتي عملاً يفقد عبادته لله أو يحبط عمله الصالح الذي يبتغي به وجه الله تعالى سبحانه وبحمده. لذلك فإن المسلم الصادق ينتهز فرصة شهر رمضان ليجدد إسلامه ويستوثق الإيمان ويقوم بطاعة الله عز وجل. معشر المسلمين، لنحيي شهر رمضان بقلوب مملوءة بالإيمان والحب، فنقول أهلاً بك يا شهر رمضان، أهلاً بك يا شهر الصيام والقيام، أهلاً بك يا شهر تلاوة القرآن، أهلاً بك يا شهر عمارة المحراب، أهلاً بك يا شهر الرحمة، أهلاً بك يا شهر المغفرة، أهلاً بك يا أهل العتق من النيران. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم وفقنا لصيامه لصيام نهاره وقيام ليله، اللهم توفقنا لكل فعل الخيرات وأعمال الصالحات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اصلحنا واصلح زوجاتنا واصلح شبابنا وشفتياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم احفظ علينا إسلامنا، اللهم احفظ علينا إسلامنا. ربنا لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين. اللهم ارحمك بالمستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في أرض الشام، اللهم كن لهم في مصر. اللهم اجمع قلوب الموحدين على الحق، اللهم اجمع قلوب الموحدين على الحق. اللهم احقن دماء المسلمين واستر أعراضهم. اللهم عز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.